كل عام وفلسطين بخير، وهي تكابد تحت سقف النار وتنزف دما وألما. أترحم على شهداء البلاد وأسأل الله رفع البلاء عن شعبي وعن بلادي. لمناسبة العام الجديد أود أن أسجل خالص التقدير لمسؤولي مؤسساتنا الإعلامية الشريكة وعلى رعايتهم الخاصة للبرنامج الذي سجل حضوراً بارزاً في المشهد الإعلامي العربي. ولو سمح الوقت لتحدثت كثيراً عن أهمية البرنامج ودوره في توحيد لغة الخطاب الإعلامي العربي، وقد سجل بيت للكل سابقة على هذا الصعيد. لدي بعض الرسائل في بداية هذه الحلقة حصاد العام. رسالة الأولى للعزيزة المخضرمة الإعلامية المصرية شافكي المنيري، التي تمنحنا كل أسباب البهاء بخبرتها وحنكتها ودماثتها ولينها، فهي سند حقيقي. رسالة أخرى للزميلة العزيزة الإعلامية الأردنية دكتور لانا العطيات. لانا مصدر الثقة العالية والمهنية، وهي المتدفقة إبداعا في مداخلاتها وتعقيباتها، إلى جانب دماثة خلقها وحسن معشرها، وهذه صفات النبلاء وهي نبيلة. الحبيب أحمد شكري، أحمد الذي يشع ألقا وإبداعا، وهو المذيع المفوه المثقف جدا العارف بخبايا الصنعة الإعلامية، الذي يمنحك الأمان المهني، وهو خير شريك وصديق. رسالة أخرى لمصدر الثقة العالية دينامو البرنامج والعنصر الأصيل في هذا المكون الإعلامي المختلف، صاحب الأفكار النابضة بالفرادة والأهمية، الحبيب مصطفى أحمد رئيس تحرير البرنامج. رسالة للرائع المتواضع المهني العزيز المخرج أحمد وهدان على مهنيته العالية ولمساته الرائعة التي منحت البرنامج شكلا فنيا مختلفا ينسجم تماما مع متنه وأهدافه. رسالة للعزيز أحمد مختار البلدوزر، الذي يذلل كل الصعاب، سواء كان التسجيل في مسبيرو أو في العراق أو في الأردن أو في فلسطين، وهو الذي يحرك الساكنة في كل القطاعات. رسالة للعزيز باسم عزمي عنصر الأمان، الذي يوفر لك كل أسباب الإنجاز من خلال بيئة عمل مهنية بامتياز، وهو متابع نهم لكل التفاصيل. رسالة أخرى للمونتير كريم الصبور علينا كثيرا، المبدع المتابع النهم لأدق التفاصيل لضمان منتج إعلامي منافس وراق. ورسالة للحبيب العطوف أحمد أبو زيد الطيب العفوي الجميل، الذي منح البرنامج بعدا جماليا وأضفى الكثير من الحميمية داخل الاستوديو وخارجه. وهذه رسالة خاصة لكافة العاملين معنا في مسبيرو ودون استثناء، على مهنيتهم العالية، أخلاقهم النبيلة، حرفيتهم العالية في التعامل معنا كمذيعين ومع ضيوفنا ومع مجمل أدوات العمل. وهذه رسالة خاصة جدا للأستاذ الصديق مأمون مساد أبو عون، الذخر والسند والأمان المهني الذي لا تفوته شاردة ولا واردة، فلطالما أطفى بمداخلاته وآرائه، ونحن في طور إعداد الحلقات واختيار ضيوف وعناوين لهذه الحلقات الكثيرة من النضج المهني، وهذا يدلل على حرفيته العالية، فخالص التقدير للحبيب أبو عون. رسالة الأخيرة لطاقم العمل في العراق والأردن وهنا في بلاد فلسطين، وهنا لابد من رسالة خاصة للمخرج الكبير فراس عبد الرحمن، الذي أسهم في إنجاز مجموعة حلقات فلسطين، ولطاقم العمل الذي رافقه بكل الجمال، ولا ننسى مشاركته لنا بتغطية آخر نسخة من مهرجان جرش. ترافق ذلك مع تأهب الفريق للسفر إلى بغداد في زيارة هي الثالثة لتسجيل حلقات جديدة من البرنامج، وفعلا تم لنا ذلك. وصلنا بغداد
احتفت بنا المؤسسة والصحافة العراقية وأنجزنا 3 حلقات عبارة عن لوحات جمالية. ذلك أن العراق كما قال درويش وطن القصيدة، فكان لنا أن حظينا بشرف تسجيل حلقة في القصر العباسي مع الفنان النحات الجميل والغني بالمعرفة نداء كاظم. أخرى كانت في استوديوهات التلفزيون العراقي، حيث برع فريق العمل التقني بإنجاز والمخرج العراقي كمان بإنجاز حلقة مع الشاعر الكبير يحيى العلاق، وقد طاول عنان السماء قولا ذات متن عظيم. ومن ثم انصرفنا ذات ليلة جميلة إلى وسط بغداد الرائعة حيث ساحة التحرير، وكان لنا شرف تسجيل حلقة مع الشاعر عمر السراي رئيس اتحاد كتاب وأدباء العراق، وتركز فحوى الحوار حول دور المثقف والنص الأدبي في إعادة بناء عراق المجد والأدب. نبارك للعراق حقيقة هذا الأمن، نبارك له أنه بدأ يستعيد العافية، واستعادة العافية تعني أن العراق عندما يسترد عافيته وهو الذخر والسند والعمق الاستراتيجي لكل حواضر العرب، وهذا ما فعله عبر التاريخ، سيعود يشغل ذات المكانة، ونحن نأمل أيضا أن يستعيد مكانته على المستوى الكوني. العراق بدأ أيضا يستعيد العلاقة التي فقدها بفعل ظروف قهرية مع محيطه العرب، امتداد الطبيعي التاريخي والحضاري والديني وإلى آخره. كيف لمستم استجابة العرب لهذه العودة؟ بصراحة العراق يمثل، وأقولها بملء الفم، يمثل الأخ الأكبر دائما للأمة العربية لإخوته. يعني أنا أذكر حينما خرجنا في معارض الكتاب، في معرض الرياض، في معرض القاهرة، في معرض الشارقة، في معرض بيروت، ألاحظ الجمهور الذي يأتينا من العرب يبحثون عن العراق ليس فردا، يبحثون عنه مجموعة، يقولون أين العراق؟ وحينما يجدوننا ونحن لا نعرفهم جدا، يعني بالكاد تعارفنا للتو، يسلمون علينا بحفاوة ويقولون الآن وجدنا إخواننا الكبار. في 9 من يوليو، يعني دعوني أكمل لكم القصة، ووصل الفريق إلى فلسطين، وكانت ثاني زيارة. أنا هنا سأدع شاف كيولانا يحكوا عن الزيارة، لكن سوف أتحدث عن ما اختلجني من مشاعر وأنا أستقبلهم على ثرى البلاد محملين بالشوق والحب والشغف. وكانت لحظات مشاعرية كلها أمل تفوح منه رائحة الغد الآتي بحرية مستحقة لشعبنا العظيم. أنجزنا في هذه الزيارة 4 حلقات. كانت أيام الزيارة مضغوطة وقصيرة، مضغوطة بعامل الوقت بصراحة، حيث كان لنا أن سجلنا حلقة فوق مبنى منزل ملاصق للمسجد الإبراهيمي، وخصصنا الحلقة للحديث عن مدينة الخليل، تاريخ وحاضر ومستقبل، عن المسجد الذي يعتبر أقدم بناء مقدس في العالم ويضم رفات نبي الله أبونا إبراهيم عليه السلام. انصرفنا لاحقا لأقدم مدينة في التاريخ إلى أريحة، أنجزنا هناك حلقة من المدينة وعنها، وثالثة في بير زيت عن الشعر الشعبي الفلسطيني، منبعه وتاريخه ودوره في مسيرة النضال الممتدة، كذلك مكانته في المشهد الأدبي عموما، وحلقة رابعة في مدينة رام الله عن الوضع الفلسطيني عموما. هذا بصراحة منح البرنامج الكثير على الصعيد المهني والمعنوي أيضا. بعد ذلك كان لنا شرف تغطية فعاليات مهرجان جرش للعام 3 على التوالي. هناك حظينا بكرم الضيافة الأردنية المعهودة وبرعاية كريمة من المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الأردنية ومن وزارة الثقافة ومن إدارة المهرجان. أنجزنا مجموعة حلقات، أهمها كان لقاء لا أنساه، يعني ولا لزملائي أن ينسوا تلك يعني الحلقة الجميلة، لقاء جمعنا بوزيرتي الثقافة المصرية والأردنية. ذهبنا في هذا الحوار إلى جوانب متعددة ذات ارتباط وثيق بمستقبل ثقافي عربي جامع وفاعل، وبدور الثقافة في تقريب وجهات النظر
وتعاضد الشعوب والارتقاء بمستوى النشأ التربوي والثقافي وبدور المهرجان في هذا الجانب. وبعد انقضاء أيام الزيارة المخصصة لفريق بيت للكل، شرفتنا معالي وزيرة الثقافة الأردنية الدكتورة هيفاء النجار التي نبرق لها بتحياتنا بتكريم طاقم العمل، وكان لذلك عظيم الأثر في نفوسنا. كانت المشاركة والتكريم حافزا لنا في سبيل الإسهام برفعة وسمو الرسالة الإعلامية العربية الهادفة. سؤالي بعد 37 عام، هذا التراكم وجرش كان مقصدا ولا زال مقصدا لكبار النجوم العرب ومحجا لهم، والكل يتمنى أن يكون جزء من هذا الفضاء الثقافي، ماذا أضاف لكم وأنتم تعدون للدورة 37؟ حالة الفرح هذه بالنسبة لنا متصلة بتجليات الثقافة، متصلة بعملنا اليومي. الأردن دائما بلد آمل إيجابي، نحن نؤمن أننا مصدر للطاقة الإيجابية للشعب الأردني داخل الأردن وخارج المملكة الأردنية الهاشمية.